وللحديث أكثر عن تهديدات السفيرة الأمريكية في العراق للميليشيات الموالية لإيران على خلفية ما تصفه بتهديد المصالح الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بكم معنا. حياكم الله، أهلا بكم ومرحبا بمشاهديكم الكرام. حياكم الله. في أثناء زيارة بلينكين إلى العراق، مصدر في الخارجية في العراق كشف عن مطالبة بلينكين للسوداني بتقديم توضيحات بشأن هجمات الميليشيات التي أصبحت تتسم بالخطورة وهو على غير المعتاد، أي ليس كما هو متفق أن تكون هجمات دون قتلى. ما معنى ذلك بالتحديد؟ مرحبا بكم مرة أخرى. هناك اتفاق حول قواعد اشتباك بين القوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية في العراق، والتي تحكم السلطة وكل مفرداتها في العراق. على تنظم هذه القواعد أسلوب العمل بين الطرفين، فمن جهة تمارس الميليشيات هجمات غير مؤثرة على القواعد الأمريكية، وأيضا ترد الولايات المتحدة بهجمات أيضا غير مؤثرة على هذه الميليشيات. ولكن عندما تخرق الميليشيات هذه الاتفاقيات أو اتفاق قواعد الاشتباك المضرب بين الطرفين خدمة لمصالح إيرانية بالدرجة الأولى والأخيرة، ولأغراض دعائية لا تتصل كما تفضلتم في تقريركم بالشأن الفلسطيني وبالمعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، فإنها الولايات المتحدة ستقوم برد عنيف على هذه الميليشيات. وقد وجدنا هذا الأمر في الردين اللذين شهدهما العراق في منطقة جرف الصخر وفي بالقرب من مدينة كركوك في قضاء الدبس قبل يعني خلال الأيام القليلة الماضية. هنا أيضا رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف رشيد يقول أن العراق لم يعد مصدر لتهديد أي طرف كما كان عليه سابقا. هل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لا يستطيعون السيطرة على الميليشيات، ما دفع السفيرة الأمريكية إلى تهديد السوداني؟ نعم، يعني المسمى رئيسا للجمهورية والمسمى رئيسا للوزراء وكل الهياكل الإدارية والأمنية والخدمية والعسكرية كلها خاضعة لسلطة الميليشيات، ولا يمكن أن تلجم هذه الميليشيات عن أي تصرف تمارسه سواء فيما يتعلق بالشأن العراقي أو فيما يتعلق بالشأن يعني باتجاه دول أخرى أو أطراف أخرى في الإقليم. لذلك هذه السفيرة هي التي يعني تصدر الأوامر وهي التي تحكم في الحقيقة، وهي التي ترسل رسائل التهديد، وعلى الآخرين أن يتلقوا هذه الرسائل ويتعاملوا معها بشكل أو بآخر. وهنا في هذا الإطار بالتحديد، تهديدات السفيرة ترجمت إلى قصف لميليشيات النجباء قرب مدينة كركوك كما ذكرتم وكما جاء في التقرير، وخلفت قتلى وجرحى. ما الرسالة بالتحديد التي أرادتها أمريكا من هذه العملية؟ عندما تخرقون قواعد الاشتباك المتفق عليها فإننا سنرد وبحزم يتناسب مع هجماتكم التي تتجاوزون فيها حدود الاتفاقات المرسومة بين الطرفين. هذه هي الرسالة الأمريكية التي وصلت إلى الميليشيات بوضوح خلال هجمات جرف الصخر وخلال هجمات قضاء دبس في محافظة التأمين بشمال العراق. في ذات الوقت السفيرة الأمريكية تعلق على هذا القصف بأن بلادها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. إلى أي مدى بلغ تهديد الميليشيات للمصالح الأمريكية فعلياً؟ لا يوجد تهديد حقيقي للميليشيات، ولكن هناك قواعد اشتباك كما قلت. وقد يعني اعترف قيس الخزعلي قبل أيام بحقيقة هذه الاتفاقات، وقال أن ضرباتنا أي ضربات الميليشيات الإرهابية الإيرانية في العراق ضد القواعد الأمريكية ضربات غير مؤثرة ولا تصيب أحد. وهذا بالفعل، وقد أكده حتى قبل أيام أو قبل أسابيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولكن عندما يردون علينا يردون بقسوة، وعندما يردون على الإيرانيين يردون على مواقع فارغة وخالية من العناصر
وهذا بمعنى أنهم يقيمون وزنا واعتبارا أو يتحوطون كما سمى اسمها قيس الخزعلي للدم الإيراني ولا يتحوطون للدم العراقي. هذا واضح أن النظام الإدارة الأمريكية أو القوات الأمريكية لا تقيم وزنا على الإطلاق لهذه الميليشيات، ولكن عندما تخرق الاتفاقات المبرمة ستجري معاقبتها بشدة. طيب ما الغاية من الاشتباك المحدد وقواعد الاشتباك المحددة بين الطرفين، يعني القوات الأمريكية والميليشيات؟ ما المطلوب منها أو ما الغاية والهدف منها؟ يعني هذه الميليشيات تريد أن تركب موجة مقاومة العدو الصهيوني والقوات الأمريكية الداعمة للعدو الصهيوني في هذه المرحلة، كما ركبت في موجات في مراحل زمنية سابقة موجة مقاومة الاحتلال الأمريكي. لذلك هي تحاول أن تقوم بأعمال دعائية غير مؤثرة، ولكن لها فرقعة إعلامية داخلية ومحدودة، لأنها في الحقيقة لم تصد حتى اللحظة كما جاء باعترافات قيس الخزعلي وكما يعني يعرف الجميع، لم تصب أي جندي أمريكي ولم تحدث أي أضرار في البنية التحتية الأمريكية، وبالتالي يعني هي هجمات غير مؤثرة، ولكنها تسمح بإعطاء هذه الحالة الدعائية لهذه الميليشيات بوصفها جزءا من ما يسمى محور مقاومة سليماني حسب ما أسميه، الذي يضم حزب الله وميليشيات الحوثي والجهات الإرهابية الموجودة في العراق. نعم، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا على حضوركم معنا في هذه المداخلة.